اليوم في 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، وتوجه عقب وصوله مباشرة من مطار العاصمة مينسك إلى قلب المدينة، وتحديدا إلى ساحة النصر، إحدى أهم الساحات الرئيسية بالنسبة للشعب البيلاروسي وبالنسبة لسكان العاصمة مينسك. هناك قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا الشعب البيلاروسي في الحرب العالمية الثانية اللي بتسمى هنا بالحرب الوطنية العظمى، اللي بدأت سنة 1941 وانتهت بنصر أو انتصار الاتحاد السوفيتي سنة 1945. كانت لفتة رائعة ولفتة مميزة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يبدأ أول نشاطاته في العاصمة مينسك بزيارة ساحة النصر، لأن هذه الساحة لها رمزية كبيرة جدا عند الشعب البيلاروسي، ورمزيتها تكمن في أنه الشعب البيلاروسي فقد نص عفوا تلت عدد سكانه، عدد سكان الجمهورية هذه الصغيرة، حوالي 2 مليون قتيل راحوا ضحية للعمليات الحربية في الحرب العالمية الثانية، 2 مليون قتيل من البيلاروس سقطوا خلال هذه الحرب. لذلك يعني تجد في كل بيت بيلاروسي ربما أحد أجدادهم قتل في هذه الحرب اللي بيسموها الحرب الوطنية العظمى. علشان كده كانت لفتة مميزة جدا من الرئيس أنه يبدأ نشاطاته ويبدأ فعاليات هذه الزيارة الهامة، وهو أول رئيس زي ما قلنا مصري يزور بيلاروسيا، يبدأ من ساحة النصر، لأنه الشعب البيلاروسي يقدر مثل هذه اللفتات زيهم زي الشعب الروسي أيضا. لذلك كان من المهم أن يقوم الرئيس بهذه اللفتة عند وصوله مباشرة، وضع إكليل من الزهور، وقد نقلنا لكم كما ترون في الصورة بالصوت والصورة هذه المراسم التي أظهرت الرئيس وهو يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري في ساحة النصر، حيث الشعلة الخالدة، الشعلة المستمرة منذ سنوات عديدة، شاهدة على بطولات وتضحيات الشعب البيلاروسي في الحرب العالمية الثانية.